حلقة جديدة من مطبخنا. اليوم معاكم الشيف غادة الحاج، رح أقدم لكم وصفة فطيرة الكوسة مع التركي. اليوم رح نبدأ هلأ وصفتنا، رح نقلي الكوسة معانا، بدنا ندبله بس لعشر دقائق، ما بدنا اياه يعني يدوب بالمرة، بس انه تدبيلة. رح نضيف زيت الزيتون، ونضيف الكوسة، ورح اضيف سن تومه بس، وراح اخليه يكون مبشور ناعم، ما بدنا اياه، ما بدنا اياه يكون واضح. وبنقلبهم منيح، بنرش عليهم رشة ملح، رشة فلفل أسود، وبنتركهم لحتى يدبلوا معنا. طبعا هاي الوصفة ممكن نضحك فيها على أولادنا، لأنه ما بيحبوا الخضار تكون ظاهرة معاهم، فبهاي الطريقة هم بيحبوا الأشياء، الفطاير، المعجنات، لما تدخليها جوا الوصفة تاعتك ما حيحسوا فيها، مع التركي والموتزاريلا رح يحبوها وما يحسوا بطعمة الكوسة. هلأ عجينة الباف بيستري، بجيب أنا العلبة الكبيرة، بتكون مربعات مقطعة، بحطهم كل واحدة لحال، بفردها بالطريقة هاي، تكون معاي مستطيلة. حتى نقدر نحط المكونات بالنص ونسكرهم على بعض، قطعتين، هاي قطعة وهاي الثانية. هلأ طبعاً إحنا استغلالاً للوقت، أنا كنت مجهزة من قبل، مجهزة معاي كوسة، فهلأ بدنا نعمل إحنا طبقتين، أول طبقة كوسة وفوقيها التركي وبعدين الموتزاريلا، ونرد نعيد كمان طبقة كوسة وتركي وموتزاريلا. خلينا نبدأ هلأ بالتطبيق. هلأ بناخد نص الكمية وبنحطها عنا على العجينة. زي ما قلت لكم، فكرة حلوة كتير لأولادنا حتى يأكلوا الخضار. ممكن تغيري من الكوسة، تحطي ممكن بطاطا، ممكن تحطي بتنجان، أي خضار أنت شايفيتها ممكن تناسب أولادك ممكن تستعمليها. بعدين بنحط طبقة تركي، بعدين بنحط موتزاريلا، طبعا اولادنا بحبوا اللي هي زي ما بقولوها الجنك فود، ما بحبوا الطبايخ واليخنات، فهاي وصفه كثير حلوه ان شاء الله راح تعجب اولادنا ويستمتعوا فيها. هلا برد بحط كمان طبقه كوسه، نكتبهم حتى تكون متساوية معانا، طبقة التركي، خلينا بس نحرك هذول شوي. بنحط مرة ثانية طبقة موتزاريلا. طبعا تقدر تجيبي الموتزاريلا تكون شرايح نفس التركي، بتكون اسهل
للاستعمال. نرتبها بحيث تكون متساوية من جميع الجهات. نضغط عليها. هلأ بنجيب الطبقة الثانية من البوف بيستري وبنحطها بهالطريقة. طبعا هاي كتير بتسهل عليك عملية حمل العجينة. هلأ نحاول نسكرها. هاي طلعت هون عندي شوي كبيرة. حاول اقطعها. سكرها منيح حتى ما تفتح معانا. برد بسويها هيك. وبقلبها. هلا بدي اقلبها هون هيك حتى هيك تكون شكلها ارتب. وبنسكر عليها طريقه الشوكه. حتى ما تطلع الجبنه او اي مكونات منها. هلا بنحطها بالصينيه. ندهنها. ندهن الوجه بالبيضة مع شوية القهوة سريعة الذوبان لحتى ما تزنخ وبتعطيها لون حلو كثير. طبعا هلا بدنا نحطها بالفرن لمده نص ساعه تقريبا وعلى درجه حراره 200، لانه الباف بيستري بدها نار حاميه لحتى تطلع وتنفش معانا. هيك خلصنا تقريبا. وهلا بنحطها بالفرن زي ما قلت لكم على حراره 200 لمده نص ساعه، وبنرجع كمان نص ساعه وبنورجيكم كيف طلعت معنا الوصفه. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين بعد نص ساعه حتى نشوف شو صار بالفطير اللي صارت معنا. وهون صارت معنا فطيره الكوسه مع التركي والموتزاريلا جاهزه. بتمنى انها تنال رضاكم وتعجبكم. بنشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده ومع السلامه. يعني مكملين معكم بعد ما شفنا فقرة المطبخ والشيف غادة الحاج ومبدعة دائما. كنا بنحكي أنا وأحمد إنه تركي معكوسة على فكرة كتير زاكية، وأنا جربتها هي غريبة شوي يعني غريبة بس كتير زاكية. التركي مع الكوسة أصلا الكوسة كتير زاكية. كتير ناس بقول لك أنا مثلا ما بأكلها غير محشية مثلا إذا ما كانت مع دوالي وخلص ما بأكلها محاشي أو محاشي، بس فكرة كتير زاكية مقلية أو متبل كوسة. في ناس بيعملوا متبل كوسة كتير زاكية. بس أحمد خلينا نشوف يعني أبرز الأشخاص اللي كانوا مشاركين معنا ومتواجدين معنا صفحتنا. بنحب نحكي لأبو قصي العودات، يسعد صباحك، من الأشخاص الموجودين معنا. وأيضا منير خالد صباح الخير، ومهند العمري يسعد صباحك، تغريد النابلسي يسعد صباحك، يسعد صباح محمد الحجايا، واشخاص يعني مشاركين معنا بشكل كثير كبير. يعني مش رح نقدر نلحق ناخذ كل اسمائهم، ولكن يعني بين الفتره والثانيه بنحب انه نصبح عليهم ونحكي لهم شكرا يعني على تواصلكم معنا. ودائما بتكونوا من الاشخاص الوفيين لهالبرنامج اللي هو اصلا هذا البرنامج من اجلكم. وان شاء الله يا رب انه دائما نكون عند حسن ظنكم ونكون دائما بنقدم الاشي اللي يليق بمشاهدين قناه الاردن اليوم. خلينا مشاهدينا نطلع بفاصل قصير ومن بعدها راجعين معكم باخر استضافاتنا لليوم.